انطلقنا من بيروت وصرنا بصيدا تقريبا. الوجهة تبعنا هي مدينة صور، هي مدينة بحرية حلوة كتير وتاريخية. مفروض نلتقى هونيك بالإعلامية رابعة الزياد، رح تبرمنا بصور وتفرجينا على الأماكن اللي هي بتحبها. فاليوم مش لانس فوتبرينتس، اليوم رابعة الزياد فوتبرينتس. الطريق على الجنوب للسواقة كتير حلوة لأنه الأوتوستراد واسع، في مناظر كتير حلوة، يعني عم تشوف بساتين الموز على جوانب الطريق والبحر اللي باينة. أهلا بكم في الجنوب، هلا حتشوفوا الأحلى. بونجور. عوشة حلو؟ ايه انه هيك ظابط مستوحيتي من سانتوريني. بس بدك شيء اعطيني كم شباك بهلك ياهم. رايحين نعمل مناقيش. هلا جبت الزعترات حتى ناكل منقوشة طيبة ونظيفة، انه ها بالكيس حطيتهم. خلطة زعتر. انت بدك تسوقي؟ يلا ما بدأ. في عمشقة، في عمشقة. يلا يا رب. اوف ها. هون الفرع هذا هو. يا عين يا عين يا عين على العجين. هي غذاء اساسي للانسان اللبناني. وبعدين هي اطيب شيء، هي اطيب عن جد، هي اطيب اكله وين ما تروحي بالعالم. لشو اكثر شيء بتحني بس تسافري؟ بتحني للمنقوشه عن جد. شو هول المقيش؟ ايه 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 خلصوا خلصوا سخنين. لازم دغري هلا عم تعالي الشاي. شفت الريحه؟ يا عين يا عين. يلا ليتس جو. خلصوا. هيدي صورة أنا وياك. لا انستغرام. ما هيك لحتى نخلي المتابعين والجمهور الحبيب إنه يتابعنا على كل المواقع. هيدي المنطقة هي حضنا الأول، يعني الجنوب بشكل عام وصول. الواحد كل ما يكبر، على بعدني صغيرة بس إنه كل ما يكبر بيرجع لجذوره. كل ما يكبر سنة. إيه كل ما يكبر سنة، مش 20 سنة، بيرجع لجذوره، بيرجع للأرض، للأساس. السما والبحر كثير اساسيات بالنسبه لي، يعني بتطلعي هون كيف بتوقفي في بحر، فلا بحب كثير البحر، يعني البحر هو الصفاء، هو الاسرار، هو المدى. يمكن هالشيء ما كثير مبين على التي في، بس انا شخصيتي ايه عندي جنين، عندي بحب هيك الاجنح بافكاري، ما بحب يكون في حدود. بعيشهم يمكن مع أولادي، بعيشهم مع أصحابي الأنتين، حدا بس هيك يعطيني مجال إنه يكون هو مثلي بيشبهني، روح على الآخر. هلأ رح أخذكم على سور مدينتي، على قلب المدينة، وأصلاً هي الصورة رح تحكي عن حالها، يعني ما في داعي نحن كثير نحكي. Let's go. Thank you.
من الرمل، نحن هون الحارة المسيحية مباركة الرمل، نجي ماشي نجي على هالسنسول وعالصخور، هيدا بسموه مباركة. شفتي شو حلو؟ معقول شو حلوة صور؟ ايه تاخذ العقل ايه. جوهرة صور جوهرة، بدها بس هيك بأهل. شوية غبرة لازم ننفضن عليها لترجع هيك تبلور. هلا بنصح كل اللي بحبوا يزوروا يعني يعملوا سياحة داخلية كانوا لبنانيين أو حتى عرب، إنه ما تفوتوا هيك مدينة إلا ما تجوا عليها، لأنه البحر بياخذ العقل، الناس كثير لذيذين، حتى المدينة تاريخية وقديمة وعمرها قليل. بعدنا ما شفنا الأثرات، الأثرات يعني في من ميلتين الأثرات الرومانية، بعدين المي من أنظف يعني بعدها نظيفة كتير، المي ما تلوث البحر هون. احنا بدنا نمسكها هيك ها؟ بدنا ننزلها، بدنا ننطر ننطر، بده صبر صيد، بدك تكوني صبورة. معقول بس بحقول. بتحسي اصلا بتحسي انه هي بلشت تعمل هيك، بس تحسها تقلت بنرفعها هيك. ياما كنا نجي ونتصيد نقعد يعني بس نفيق بكير يعني شي الساعة 5 6 ننزل لعند الصيادة وبتقعدي بتسردي ساعة ساعتين، كثير الصيد بيعلم الصبر والهدوء وراحة نفسية يعني بتحسي بمديتيشن كثير بتطول. ميرسي لك. وبتمنى انه يكون عطينا شوي فكره للعالم اذا بده يجي يقضي نهار بسور شو لازم يعملوا هيدا، بس بتعرفي جزء يعني خلينا نقول اليوم عطيناهم 70%، بعد في كثير اشياء حلوه بسور. اذا بقول لك سور شو بتقولي دغري؟ اول كان بخطر على راسي حياتي.